مساء الخير. زمن الكورونا فرصة مهمة للبحث عن مفاهيم جديدة للسعادة غير اللي تعودنا عليها، مفاهيم يمكن تكون موجودة في أبسط التفاصيل اللي حولنا أو في أمور أهملناها أو ما التفتنا لها من قبل، يمكن تكون في لحظات تأمل في زاوية معينة من زوايا البيت أو في مساحة للحوار تجمعك مع زوجتك وأبنائك، يمكن تكون في أوراق قديمة مركونة على الرف، بس الأكيد أنها بتكون في تواصل أكبر وأعمق مع الله سبحانه وتعالى. حياكم الله في الرأي. في إطار تطبيق العقوبات البديلة واستمرارا في تنفيذ التوجهات الملكية الصادرة لسائر الجهات المعنية بالمملكة بالتوسع في تطبيق أحكام القانون مراعاة لما تقف عليه من ظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية والدواعي الإنسانية المبررة لاستبدالها بالعقوبة السالبة للحرية المحكوم بها على عدد من نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وذلك في ضوء نتيجة بحث الإدارة أوضاعهم وظروفهم الشخصية واللي لا تتوافر فيهم الخطورة الأمنية. على هذا الأساس طبقت النيابة قانون العقوبات البديلة على مجموعة من المحكومين. حول هذا الموضوع معنا في الاستديو الأستاذ علي أميني، مدير إدارة الوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، والنقيب جاسم جبر الدوسري، رئيس شعبة العقوبات البديلة بإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية. مساء الخير، حياكم الله، مشكورين على وجودكم معنا. يعني أستاذ علي، بداية نبي نتكلم احنا عن فلسفة البحرين في هذا الجانب. هي فلسفة قائمة على الوقاية من الجريمة وأيضا الحفاظ على حقوق الإنسان. كيف تحقق البحرين ممثلة في وزارة الداخلية هذه المعادلة، وما هي الأبعاد المترتبة عليها؟ أصدر سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه قانون رقم 18 لسنة 2017 الخاص بالعقوبات والتدابير البديلة، وجاءت هذه التوجيهات الملكية السامية لتعزيز الإنسان واحترامه، وهذا يعطي مجال للمحكوم بحيث أنه هو يرد يندمج في المجتمع ويكون عنده المجال أنه هو يرد الدين للمجتمع بعمل يقوم به. وأيضا هذه النظرة الملكية السامية لتطبيق هذه العقوبة هي أحد ركائز الدولة المدنية الحديثة واللي هي مبنية على أسس العدل والمساواة، فبما معناه أن هني المحكوم يحصل الفرصة أنه هو يصير له إعادة تأهيل مرة ثانية في نفس البيئة اللي هو جاي منها، وبالتالي يزيد عنده الولاء والانتماء للوطن بالأعمال طبعا اللي يقوم بها، اللي هي يعني التدابير اللي يقومون بها حق العقوبة البديلة. وتزامنا مع تطبيق هذا القانون يعني هناك جانبين لازم نذكرهم مع يعني تماشين مع الدولة المدنية الحديثة، اللي هي عندنا الجانب اللي هو الجانب الأسري، بحيث انه هو صار تركيز كبير على ان المحكوم حياته الاسريه تتم مستمره، فهو دوره في الاسره يعني يتم مستمر، سواء هو كان اب ولا مثلا زوج ولا ابن ولا عم، يعني بيتم دوره موجود، لانه هو ما بيكون يعني في عقوبه سالب للحريه فما بيكون في مركز الاصلاح، وكل يوم بيرجع بيتهم فبيؤدي دوره بالكامل، فما بيصير عنده يعني تفكك او انفلات عالي. والشق الثاني اللي هو الشخص اللي تضرر من الجريمه، طبعا هو حقوقه بالتم، وبالتالي يعني ما بيصير اي انتقاص من حق المتضرر في الجريمه. احنا متواصلين معاكم ان شاء الله، بنتقل لك نقيب جاسم للحديث عن ايضا محور المعايير، ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين. حياكم الله مشاهدينا من جديد، ولا زلنا مستمرين مع ضيوفي في الاستوديو. واحنا يعني قبل الفاصل كنا احنا نتكلم عن فلسفة مملكة البحرين في او القائمة على معادلة الوقاية من الجريمة وايضا الحفاظ على حقوق الانسان. الان انتقل لك النقيب جاسم ونتكلم عن المعايير اللي على اساسها استفاد منها النزلاء او تم اختيارهم. يعني بنتكلم بشكل مبسط عن المعايير اللي يستفيد منها النزلاء بشكل عام. عندنا الاشتراطات اللي هي القانونية والشكلية اللي نص عليها القانون.
المادة 15 ما اللي بتقول لك إن هي لازم يقدر نزيل نص المدة ولازم يؤدي التزاماته المالية إذا كانت عليها غرامات، وإنه لازم نزيل يكون حسن السيرة والسلوك أثناء مسألة الإصلاح والتأهيل وما يشكل خطر على الأمن العام في حال خروجه. طبعاً هاي المعايير اللي لازم توافر في النزيل اللي إحنا بنرشحها حق العقوبة البديلة، لكن في أشياء يمكن بعد اللي هي زيادة اللي إحنا نأخذها الإجراءات إن إحنا ندقق عن الأشخاص إسبغياتهم، ندقق عليهم إن التهم اللي ارتكبوها، هل الشخص ذي ارتكب نفس التهمة أكثر من مرة، هل الشخص استفاد من العقوبة البديلة وأخل فيها في التنفيذ، فهو مثلاً إذا الشخص استفاد من العقوبة البديلة وأخل من التنفيذ إحنا ما نرشحه مرة ثانية. بعد عندنا إحنا عامل مهم اللي هو صغار السن أو اللي يعانون من أمراض مزمنة أو أمراض تحتاج رعاية خاصة، فهاي لهم أولوية إن إحنا إذا كان مستوفين الشروط ندرجهم في القوائم من ناحية العقوبات البديلة. جميل، يعني إحنا عندنا 60 محكوم أستاذ علي ببعض أنواع العقوبات البديلة اللي تتناسب مع ظروف الراهنة. ما هي البرامج اللي اعتمدت عليها وزارة الداخلية بالنسبة لـ60 نزيل؟ بناء على توجيهات سيدي معالي وزير الداخلية متابعة سعادة رئيس الأمن العام، قامت إدارة الوقاية من الجريمة بإنشاء برنامجين تبع العقوبة البديلة وهما يكونون تحت مظلة حضور برامج التأهيل والتدريب. البرنامج الأول هو برنامج تأهيل المحكومين وإدماجهم في المجتمع اللي هو باختصار نسميه برنامج تمام، واللي هو من اسمه يبين أنه يعني هو برنامج يعيد تأهيل المحكومين بطريقة أنهم يقدرون يردون يدشون في المجتمع مرة ثانية. فهو يتعلم على مهارات معينة تخص مثلا فن الخطابة، شلون يتعامل مع الناس، بعض قوانين مملكة البحرين، وأيضا شنو هو دوره في الشراكة المجتمعية والوقاية من الجريمة، وايضا بعض المهارات الفنيه اللي تخص اساسيات الاسعافات الاوليه واطفاء الحريق، وايضا طريقه الاخلاء من المنشات في حاله الطوارئ. والبرنامج الثاني هو برنامج اسمه سامع، اختصار حق ساي اعمال منفعه العامه. وهذا البرنامج يقوم المحكوم بعمل اعمال مهنيه غير فنيه لتطوير مثلا الحدائق او السواحل او حتى بعض المباني والمنشات، وهذا يكون عن طريق التعاون مع وزارة الأشغال وشؤون بلديات والتخطيط العمراني، وأيضا بالتنسيق مع المحافظات بحيث يشوفون الأماكن اللي يحتاجون لها عمل، مثلا أعمال تخص مثلا النجارة أو الصباغة أو مثلا التنظيف أو التشجير، فيقومون ذنين المحكومين ببرنامج تدريبي وهم يتعلمون منه عقب يطبقونه في هذه المناطق. نقيب جاسم، إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، النيابة العامة، وزارة العدل، هذه الجهات المعنية بإنفاذ أحكام العقوبات البديلة، صحيح؟ طيب لو أنا بسألك نقيب جاسم اليوم عن أشكال التعاون اللي ممكن أنها هي أيضا توفر مجالات أوسع من التعاون وبالتالي الفائدة بالنسبة لمثل هذا الموضوع أو هذا الملف. طبعاً التعاون مستمر بين الجهات الثلاث اللي هما تعتبر يعني مثل تقول المثلث حق العقوبات البديلة. إن بيننا وبين وزارة النيابة العامة بين وزارة العدل. طبعاً بدينا العقوبات البديلة من هاي الجهات، وهاي كان يعني نفس تقول هي جهات رئيسية. نوفر أهم شيء أو أهم نقطة اللي انتجت هاي الشراكة المجتمعية اللي بين الجهات الثلاث اللي هي توفير الوظائف للمشاركة مع القطاع العام والقطاع الخاص. مثل ما تذكر أن من فترة صارت الطاولة المستديرة اللي هي كانت تحت رعاية النائب العام حق الجهات العامة، وكان فيها أن نوفر وظائف بشكل أكبر من الجهات العامة عشان تناسب حق المحكومين. طبعا عندنا المحكومين اللي يون ممكن لهم مثل المؤهل العلمي الواحد، في ناس عندهم تخصصات نادرة، في ناس عندهم تخصصات عالية، وفي ناس ما عندهم تخصصات لكن عندهم حرف مهنية. فأنت بتعطي عقوبة بديلة للعمل في المجتمع بما يتناسب بوضعه قدر الإمكان. فأنا إذا وفرت له وظائف على نفل معين يمكن الكل مو بيستفيد من الأشخاص اللي موجودين من العقوبة البديلة، صحيح. فلازم أنا أوفر لهم وظائف منوعة. هاي اللي قامت فيها الشراكة أن الجهات العامة وفرت لنا وظائف متنوعة تغطي مثل ما تقول كل الاختصاصات. وعقبها يدور القطاع الخاص، وبعد ما القطاع الخاص صار بعد فيها الطاولة المستديرة شراكة بين الجهات الثلاث، وفروا القطاع الخاص بعد وظائف تساعد وتغطي حق الأشخاص اللي عندهم مؤهلات، سواء مثلا عنده حرفة ولا عنده مؤهل علمي.
والله عنده يعني خبرة معينة في مجال معين يقدر يستفيد منه ويقدم خبرته. جميل. وهو يقدم شيء بسيط حق المجتمع كأدين له. صحيح. يعني هذا كلام مهم اللي تفضل فيه النقيب جاسم أستاذ علي. 1793 نزيل استفادوا من العقوبات البديلة، هذه مؤشر على نجاح هذه الخطوة أيضا، ومؤشر على تقدير المجتمع لها. لكن أنتوا كإدارة، يعني كإدارة للوقاية من الجريمة، لو بسألك أنا كيف يمكن الاستفادة من الخبرات أيضا والمهارات الموجودة يعني ضمن قوائم المستفيدين من العقوبات البديلة؟ نعم طبعا، هو العقوبات البديلة هي يعني تعكس نهج مملكة البحرين. نعم. المتسامح الواعي المواكب للتطور، والخبرات احنا نستفيد منها يعني من جميع مؤسسات الدولة، وعندنا نعم. مدربين بحرينيين من أفراد شرطة خدمة المجتمع تابعين لإدارة الوقاية من الجريمة، وهم اللي قائمين على البرنامجين اللي ذكرناهم، برنامج تمام برنامج سامع. والعدد اللي تفضلت فيه 1793 ومجموع منهم كانوا يعني طلعوا بعفو ملكي، ومجموع منهم طبعا كانوا العقوبات البديلة، وهذه نعم. فقط خلال الشهرين اللي طافوا. نعم. طبعا في أعداد سابقة وفي أعداد يعني قادمة كذلك، وبخلي النقيب جاسم أنا يدش في تفاصيل الأعداد أكثر بخصوص هالموضوع. باختصار، لأن إحنا تقريبا باختصار يعني إحنا 1732 901 اللي هم طلعوا في العفو الملكي الخاص. نعم. 800 تقريبا و42 اللي هم طلعوا في العقوبة البديلة في خلال شهرين فقط، لكن المجموع الإجمالي اللي استفادوا من العقوبات البديلة أكثر من 2600 شخص استفادوا من العقوبات البديلة في ذي الفترة. زيد على نقطة بس، الخبرات اللي يستفيدون منها في حالات جاتنا خلصوا العقوبة البديلة في جهات عامة طلبت أن توظفهم ما شاء الله، لأن حسوا فيهم أنه أدى العمل في خدمة المجتمع كأنه موظف براتب وأزيد، فا يعني نفسي صارت لهم مكافأة أو مبادرة إن عقب ما خلصوا العقوبة البديلة اطلبوا إنه يوظفون هاي الأشخاص في بعض من الأشخاص. الأمانة جهود وزارة الداخلية الموقرة في هذا الجانب تحديداً، يعني في إعادة وتأهيل النزلاء، جهود إحنا نفتخر بها جميعاً، واليوم يتم الاستفادة منهم أيضاً من خلال يعني استفادتهم هم بدورهم أيضاً من العقوبات البديلة، المجتمع يستفيد منهم أيضاً، إذن الفائدة متبادلة، وهذا الميزة في شراكة مجتمعية بين المجتمع كامل. صحيح. بين قطاع عام وقطاع خاص. أحسنت الأستاذ علي أميني النقيب جاسم جبر الدوسري، مشكورين وما قصرتوا. مشاهدينا ننتقل معاكم للفقرة الثانية، ورقة علمية تم نشرها في المجلة الأمريكية للاقتصاد اقتصرت على استشراف المستقبل اجتماعيا واقتصاديا في ظل هذه الأوضاع الحالية من تفشي فيروس كورونا. الجميل أن تكون هذه أول دراسة بحثية تقيس هذه الأوضاع في المملكة، والمشرف طبعا المشرف عليها بحرينيين، وهذا أمر أكيد مشرف بالنسبة لنا أن يكون الباحثين من أبناء هذا الوطن وسواعد. نتابع هذا التقرير.
مشاهدينا، للحديث بشكل مفصل حول هذه الدراسة معنا في الاستوديو الباحث الدكتورة دينا أحمد، رئيس جمعية اقتصاد الإلهام، دنيا أحمد، رئيس جمعية اقتصاد الإلهام في مملكة البحرين. مساء الخير دكتورة. هلا، مرحبا، حياك الله. بداية، شنو الدافع من وراء هذه الدراسة؟ طبعا احنا ذي الدراسة كجمعية اقتصاد الإلهام، مشروع عالمي الاقتصاد الإلهام، احنا الشق البحثي على أجندتنا دائما، وكنا قاعد نشتغل عليه، وعندنا مجلاتنا العلمية المحكمة، وعندنا أبحاثنا فوق 20 كتاب ودراسات، نتكلم عن سلسلة دراسات كثيرة. واحدة من أولوياتنا هي دراسة الفرص في الأزمات، ويمكن احنا كجمعية كان عندنا مؤتمر في بداية فبراير، مؤتمر عالمي عقد في مملكة البحرين عن صناعة الأثر في عصر الأزمات، واحنا كنا حاطين عنوان ذي المؤتمر قبل جائحة كورونا. فلما صار طبعا بالطبع الأزمة ابتدت في العالم قبل لا تكون جائحة، شفنا احنا كواجبنا كأكاديميين وباحثين في المجال، ودائما كنا نتكلم عن ذي الموضوع، فهي الفرصة اللي جات لنا ان احنا نبتدي هاي سلسلة الأبحاث والدراسات اللي احنا نسويها. فهاي هو الدافع الأولي، احنا نبي فعلا لما نتكلم عن اقتصاد الهام، مفاهيم كنا نتكلم عنها لما هي حزة الحزة نقدر فعلا نطبقها وندرسها، ذي كان شيء واحد. وشيء ثاني طبعا بنرفع اسم مملكة البحرين في مجال البحث العلمي، لأن احنا فعلا هاي لين أبحاث عالمية تنشر في مجلات عالمية، لكن تنشر باسم مملكة البحرين، وهذا كله يحسب لها. نعم. وبالنسبة حق التحديات اللي واجهتوها، أكيد كان في هناك تحديات. طبعا هي التحديات، هو من السهل أن تقوم بدراسة بعد وقوع الأزمة أو نعم. أنك توثقها. التحدي انك تسويها في بدايتها، احنا ابتدينا هاي اول دراسه، طبعا اليوم نشرت سادس دراسه للمشروع العالمي، لكن خصوصا لما تسوي اول دراسه في بداياتها، ولحين الامور مو واضحه، لحين الازمه مو منتشره، البيانات مو موجوده، وخصوصا هي دراسات استشرافيه لاستشراف المستقبل. نعم. فهذه هي بعض التحديات اللي هي تواجهك. طبعا ان احنا نتكلم اليوم بعد عن دراسات علميه منشوره، من التحديات يعرفون كيف في وايد ناس الحين باديه تسوي دراسات في البحرين، لكن مو كلها دراسات منشوره. نعم. وهاي الدراسات تعرف تاخذ بعض المجالات تاخذ بالسنه والسنتين لما تاخذ قبول، فلازم تكون دراستك جيده انهم يحطونك على جدولتهم ويجدمونك انك تقدر تنشر فعلا في هاي الوقت القياسي. هاي بعد من التحديات اللي نواجهها مع دور النشر والمجالات العالميه. دكتوره، بس بشكل مختصر، انت ذكرتي في البدايه ان 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 بديتوا الدراسه انتوا قبل الجائحه، صحيح؟ بالضبط، من اي مكان تأزمة. واليوم احنا نعيش في ظل الجائحه، هل تغير المسار؟ تاثرت التوصيات، النتائج؟ لا والله، بالعكس زاد الحاجه اليها، يعني كنا مستشرفين ان هاي الاشياء بتصير، لكن واليوم كنا حاطين فرضيات مختلفه. اليوم انا هاي الجائحه يا هي وازمه يا هي فرصه بستثمرها وبطلع بأقل الخسائر، وبالعكس بطلع بمكاسب، أو أني بستسلم لها وبطلع فيها فقط بخسائر مختلفة اللي تكون فيها. قواكم الله، وشيء مشرف حقيقة، وإحنا إن شاء الله متواصلين معاكم، أكيد نتابعكم، وبتكون لنا لقاءات مستقبلية، لأن نشاطكم يستحق بالفعل. كل التوفيق لكم. مشاهدينا، نشكر الباحثة الدكتورة دينا أحمد، دنيا أحمد، رئيس جمعية اقتصاد الإلهام مملكة البحرين، ويمثل هذه النموذج الوطني مصدر فخر واعتزاز بالنسبة للبحرين، هذه العقول النير. وبلا شك هذه الورقة البحثية تعني الكثير لنا في البحرين، خصوصا في ظل الظروف الراهنة واللي يجب أن يتم توثيقها بما يخدم المجتمع. ننتقل معاكم للفقرة اللي بعدها. في ظل انتشار عدوى كورونا المستجد في العالم، من المهم نشر توعية حول طرق السلامة والوقاية. اليوم بنركز على توعية الأطفال والمراهقين وأهم الطرق اللي لازم نتبعها تربويا ونفسيا، ولكن في الأول حبينا نسأل عن حالكم في الحجر المنزلي، وشنو نقدر نقدم لديرتنا من خلال وجودنا في البيت. بقاؤك في البيت والتزامك بالتعليمات واستثمار كل ما تمتلكه من إمكانيات والإبداع في هذه الإمكانيات ونشر هذه الممارسات المتميزة هو كل ما نحتاجه منك عشان ديرتك. ابدع من بيتك. سمير نور الدين. خلي تكون نظرتنا إيجابية، لا نضيع وقتنا في الانتظار متى بتنتهي الأزمة وفي التذمر. هذه فرصة لتقارب أفراد الأسرة والتشاور في الأمور المتعلقة بحياتهم ومستقبلهم، وعشان نتوفق كأسرة لازم نتقبل بعضنا على اختلاف شخصياتنا وميولنا وقدراتنا، وتعديل أي سلوك لازم يكون
بالمحبة. أخذكم نهى كرمستجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المدرب الكوتش ندى نجم. طبعا في الفترة الاحترازية أنا قاعدة أدرب من البيت، فتحت حساب لتعليم اللغة الإنجليزية، قاعدة أتعلم الخط من جديد، قاعدة أحدد أهدافي وقاعدة أكتب قصة خبرتي في الحياة، قاعدة أتعلم لغة الإشارة وقاعدة أسوي دورات على النت وأدرس دورات على النت، قاعدة أثقف وتثقف وأتقرب أكثر من أفراد عائلتي. أزمة كورونا هي أزمة عالمية وأثرت على الكثير من الأصعدة في حياتنا، ولكن عطتنا فرصة ألا وهي الوقت. لذلك احرص على الاستفادة من هذا الوقت باكتشاف ذاتك وممارسة هواياتك وعمل كل ما هو ممتع ومفيد في بيتك، فعلشان ديرتك أبدع في بيتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أكبر قصة نجاح وتعويد وتعايش أبناؤنا مع أكبر تحدي يواجه ليس وطننا الحبيب فقط، وإنما يواجه العالم بأكمله. وجميل جدا أن أبناؤنا لا زالوا يتعلمون عن طريق البعد ويواجهون هذا التحدي بروح التلاحم ورؤية لشعب تكاتف مع حكومته، مما أدى إلى زيادة الحب لأبنائنا من أبنائنا لوطنهم العزيز عليهم. سامي العمادي، وزارة التربية والتعليم. بسم الله. أعتقد أن الاستثمار للوقت خلال فترة كورونا قسمته إلى قسمين، قسم خاص وقسم عام. القسم الخاص اشتغلت على قضية الأرشفة والكتابة والبحوث عندي وعادة الصور إلى وضعها الطبيعي داخل الملفات. الأمر الثاني العام بالنسبة حق الأسرة، سوينا ألعاب ذهنية شعبية وكذلك ألعاب إلكترونية، وفي جري وفي استخدام السيكل أو الدراجة الهوائية. صلاح الجولر، عضو مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. يعتقد البعض أن وجودنا مع عيالنا يخليهم أكثر اعتمادية علينا، بس اللي ألاحظه أنه صار العكس، صاروا هم يعتمدون على نفسهم من ناحية الأكاديمية خصوصا مع التعلم عن بعد، ومن ناحية حتى المسؤوليات في البيت، اهتمامهم بنظافة غرفتهم مسؤوليات ثانية، فصاروا بالعكس مو باعتماديين مثل قبل، صار لهم دور فعال في البيت. البحريني دائما ما يبخل على البحرين سواء كان في البيت أو خارج البيت. حاليا قاعدين نستفيد من قنوات التواصل الاجتماعي، كل واحد ينشر العلم اللي عنده من خلال دورات، من خلال أي قناة من هذه القنوات لتعم الفائدة، وهذه أقل شيء نقدر نسويه حق البحرين والبحرينيين. ولتفاصيل أكثر رجعنا حول أهم الأمور اللي يجب أن نتبعها تربويا ونفسيا في توعية أبنائنا. معنا في الاستوديو المدربة هاجر الفضالة. مساء الخير. مساء السعادة. شكرا لوجودك معنا. إحنا في ظل هالظروف شلون نبعد أبنائنا عن القلق؟ أول شيء حبيت أمسيكم بالخير. حياك الله. والكوت مالي دائما مساء السعادة والإيجابية. طبعا. أبنائنا نقدر هم أبنائنا هم كأنهم إسفنجة، فأي شيء إحنا بنحسه بننقلها لهم بطريق غير مباشر. جميل. فلازم نحط بالنا شنو تعبيراتنا، شنو ردود افعالنا لهم، على اساس ان هم المخاوف البسيطه اللي بتكون عندنا راح تتضخم عندهم بشكل مو طبيعي. فلازم نعرف شلون نتعامل معاهم ونحاول ان ننقل لهم عن كورونا بس بشيء بسيط. هو السؤال الاهم اتصور، شلون نكتشف احنا او شلون نعرف ان ابنائنا او المراهقين حتى ابنائنا الصغار والمراهقين يعانون من القلق او من الخوف؟ او الخوف. نعم. يعني كل ولي امر يعرف طبيعه ولده، فاذا حسينا ان في طبيعي يعني في سلوكيات شوي متغيره عندهم نقدر نعرف ان عندهم خوف، مثلا تسارع نبضات القلب، التعرق، مثلا انه يحسون ان شوي نفسهم مسدوده، منعزلين شوي عن نفسهم، فبنحس ان في شيء قاعد يعرقهم ويخوفهم. فمن هنا نعرف ان عندهم حاله خوف، فنحاول ان احنا نتدارك لصير خوف مرضي. نعم. طيب انا هذه سؤالك استاذي، خليني انا اسال بعد عن اهم الاخطاء الشائعه اللي قد يقع فيها الوالدين مع ابنائهم. الوالدين ساعات من زود الخوف تحديدا في ظل هالظروف هذه. يعني
في وشفنا قدامنا ترى وايد احنا كذي يعني من الخوف الزايد شوي يعطونهم اوامر شوي يكونوا شوي قاسيين عليهم ان مثلا قسل يدك عدل سو كذي التوتر اللي فيهم ينقلونه حق عيالهم فشوي الياهل يعني ينفر منهم وخاصة إن الحين قاعدة البيت فشوي لازم نراعي نفسياتهم بعد شوي صايرين حساسين أكثر أول كانوا يطلعون يروحون مدارس جامعات روضات يحتكون بالمحيط الخارجي فشوي تخف الحين شوي صار ضغط عليهم لازم نحط بالنا في تعاملنا معهم ما نكون كله أوامر وكله شوي يعني قاسيين عليهم شوي ناخذ مرونة معهم نعم فيروس كورونا بعد ينطبق على ربضارة النافعة يعني بالضبط. هو أيضا له وجه إيجابي يعني على المستوى الاجتماعي قرب نقول أو جسر اللي هو أو المسافات بين أفراد الأسرة صحيح؟ صحيح شلون إحنا نقدر نستثمر ذي اجتماعيا؟ هو فيروس كورونا بالنسبة لي أنا أعد أنه هو منحة وليست محنة ترى له جانب إيجابي وايد وحسيناه إحنا في البيت بعد يعني نفس ما قلت أخوي أن جرب العائلة مع بعض أكثر صحيح. قمنا قبل نطلع مثلا أشغال دوامات ذي فكنا شوي بعيد عن عيالنا هالفترة زاد التلاحم قمنا ثلاث وجبات نتلاقى معهم قمنا نلعب معاهم نسمع أفكارهم نسمع هوايات أنت شارك معاهم يعني أنا مثلا في البيت أقعد ألعب مع البنات أنت مثلا أنا عارف لغة إشارة فطبقتها عليهم علمتهم مهارة لغة الإشارة ففي تقارب بيننا صار أكثر من قبل وحملة عشان ديرتي أبدع من بيتي وعشان ديرتك أبدع من بيتك نعم يلها الاثنين هذولين جميل يعني وين وصلت هذه الحملة الصدى التفاعل هي بدت كفكرة نعم. بين أستاذ أمالي النفيعي وأستاذ سمير نور الدين أوجه نعم. له تحية أنا هو صاحب الفكرة كانت مقطع فيديو حق مدربين البحرين كل واحد شلون استثمر طريقته في بيته وبعدين تطورنا من الفيديو للايف انستغرام يوميا سوينا جدول كل واحد من الشيء اللي يتقن فيه يساوي بث خلال اليوم يعني مثلا أنا أرسم كاركتير فخصصت يوم واحد مهارات رسم الكاركتير جميل. اعلمهم في ناس لا يقرون كتاب فقاموا يلخصون لنا الكتاب في منه اللي هو يسوي لقاء مع مختص باي جانب من جوانب الحياه يوميا ففي جوانب وايد كل مدرب متقن لذي الماده او لذي المهاره ينقلها حق غيره هذه دعوه من خلال هالبرنامج بعد اخوي ان اي شخص حاب يشاركنا المجال مفتوح يقدر يكلمني او يكلم استاذ سمير اساس يكون ويانا في الحمله انت تكلمت عن شلون انا ابدع في بيتي علشان ديرتي اليوم انا اذا بتكلم على يعني على مستوى التربيه او التعامل مع الطفل خلينا نقول من ثلاث سنوات ورايح انا شلون ابدع بحيث ان انا افعل ذي الحجر اللي انا مفروض عليه وعليه طبعا اكيد بشكل ايجابي ويكون في فائده علميه تربويه ومقترنه ايضا او في اطار من المتعه والمرح أقدر أن أستثمره بأشكال وايد أقدر أن أنا خلال مثلا الأسبوع أخصص يوم مثلا حق قراءة قصة أو يوم عشان أعمال مثلا يدوية أو أعمال رسم أعمال تلوين يعني أنمي مهارة فيه خلال هالفترة هذه أنت علم شيء جديد أعطيه شوي مطلق الحرية في البيت أساس أنه هو موجود هالفترة في البيت أنه مثلا أطلق له المجال حق خياله يقعد يقول لي مثلا شنو الأشياء اللي بيصير هذا كبر فأنميها من الحين ناخذ مثلا نستفيد من التكنولوجيا إحنا أغلب الوقت التعليم كله على التكنولوجيا ونفس ما قال سيدي صاحب الجلالة الملك عمر بن عيسى أن التعليم مستمر حتى مع إيقاف الدراسة الفعلية فنقدر أن إحنا ندش مثلا مواقع أونلاين نتعلم مهارات جديدة لغات جديدة أشياء جديدة أستفيد من وجود أبنائي معاي في البيت إنه يكون شيء مثمر وتربوي لنا نعم نعم جميل أتمنى لك أنا كل التوفيق إن شاء الله في عندي بعد شيء حابة أشارككم فيه اللي هي هذه لأن أنا أرسم كاركتير حبيت أتشارك مع بحرين تراست ومع المدارس المصقرة اللي هي مدرسة دينا في مستشفى سلمانية الطبي جناح 202 و 31 اللي هو أن أنا سويتها هذه كتيب تثقيفي حق فئة التعليم الأساسي نعم. عن كورونا بشكل سريع نشوف محتوياته إن شاء الله أنه هو يكون أنه من هو فيروس كورونا شلون أقي نفسي من فيروس لحظة بس خل الكاميرا 3 تاخذ أيوة. اول شيء هذه كان الغلاف اوكي هذه خلاص خذيناه اوكي وبعدين هنا تمارين من يعني من انا اللي هو من هو فيروس كورونا عن طريق التلوين وحل الاسئله زين شلون اقي نفسي شنو المهارات اللي اقدر اسويها خلال تواجدي في البيت وانا في البيت قاعده زين وعندي هنا اللي هي المتاهه ان العالم قاعد يسال البحرين وانا استخدم دائما حس وطني ان تكون مملكه البحرين شكل خارطه كرتونيه شلون العالم ان البحرين قدرت ان هي تتخلص من كورونا او ان تحجمه عن طريق الحجر المنزلي فحطت شخصيات بحرينية باللبس البحريني جميل. وعندنا هنا من هو البطل الحقيقي البطل الأول غير الجنود والدكاترة فبيحط الطالب يا صورته يا بيرسمها وعندنا هنا هو يرسم لنا رسمة
ان هي تعبر عن خلال قعدتها هالفتره ويدعي زملائها حق نفس الشيء، وهني القص واللاصق عشان يكون لي الشكل. عشان يكون الشكل. اي فهي مهارات وكلها اشياء لها علاقه بالظرف الراهن طبعا. الظرف الراهن أيه. توعويه حق الظرف جميل. الحالي. كل التوفيق ان شاء الله، واكيد احنا بتجمعنا لقاءات مستقبليه ان شاء الله. ما قصرت، الله يسلمك. مشاهدينا يعني الكثير من المبادرات والحملات المجتمعيه اللي نسمع عنها ونلمس ثمارها ونتعرف على اصحابها كل يوم تدل على مدى وعي هذا الشعب والروح الانسانيه والايجابيه الجميله اللي في كل واحد منهم، وبالتحديد في هذا الظرف العالمي. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق ويسهل على الجميع عمل الخير وصالح طبعا الدنيا والآخرة إن شاء الله، وصالح هذه الديرة الطيبة. وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، في أمان الله.